فبعدما أصبحت الفنانة دنيا باطمة عرضة للانتقادات الجارحة بسبب إطلالتها التي وصفت بجريئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورغم كثرة الإشاعات المسيئة لها لم تحرك في دنيا باطمة شعرة واحدة إذا تواصل نشر صور جديدة بنفس الوتيرة ونفس كيفية، حيث اعتمدت نفس الإطلالة التي عرضتها للانتقادات مع تغيير فقط في ستايل حذاء. وقد قال البعض بأن دنيا باطمة بهذا التصرف وعدم اكتراثها بما يقال ما هو إلا رغبتها في البوز، بينما قال آخرون بأن دنيا باطمة بعيدة عن كل تلك الأقاويل لأن البوز يبحث عنها دائما. وقد واصلت دنيا باطمة ارتداء مثل هذا الستايل الذي وصف بجريئه رغم كل ما قيل عنها، الشيء الذي اعتبره رواد السوشيال ميديا ما هو إلا تعبير على أن كل واحد يدخل سوق راسه. وقد اتهم بعض نشطاء موقع الانستغرام أن الفنانة دنيا باطمة بمحاولة تقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث كتبت متابعة شي دكتور يخرج ليها وجه هيفاء وهبي دغيا السيدة راه وجهها كمل باغا تحماق باش ترجع بحالها، إيوا الله يستر